مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بكل وضوح على قناة الكرمة، وأرحب بكم في هذا الموضوع المهم الذي نعالج فيه موضوعا خطيرا، وهو الإرهاب الإسلامي وحرية التعبير. الإرهاب الإسلامي الذي ضرب فرنسا وقتل مواطنا فرنسيا، أستاذا فرنسيا كان اسمه سامويل باتي، 47 سنة، قام بعرض رسوم أثناء درس عن حرية التعبير، وتطور الأمر إلى غضب من طرف بعض المسلمين المقيمين في فرنسا، فتطور إلى حادثة إرهابية. في هذه الحلقة سنحاول نعالج أبعاد هذه الحادثة تحت عنوان الإرهاب الإسلامي وحرية التعبير. هناك أسئلة كثيرة سنطرحها على ضيفنا في هذه الحلقة. أرحب بالأستاذ أحمد عصيد معي في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ أحمد عصيد. أهلا وسهلا أخ رشيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل المشاهدين الكرام. تعليقك أستاذ أحمد عصيد، أكيد كجميعنا قد تابعت ما حصل في فرنسا وهذا الحادث المؤسف، هذا الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة بريئة لمجرد أنه عرض رسوم كاريكاتورية في إطار أكاديمي، في إطار تعليمي، حتى لم يكن إطار سخرية أو إطار استهزاء بالمعتقدات. فكيف تعلق على هذا الحادث؟ الحادث هو مؤلم جداً وصادم للحس الإنساني، وصادم كذلك حتى للمسلمين الذين يعيشون على الإسلام الشعبي، الإسلام المتوارث أبا عن جد، والذي ليست له مآرب سياسية. الجميع، كل من له حس إنساني ولو بسيط، سيعرف بأن ما حدث هو عمل إجرامي وحشي غير مقبول. وبالطبع ربما الذين اختاروا طريق الخطأ من خلال تبني نمط تدين إرهابي ومتشدد ولا متسامح وغير إنساني، وأقصد هنا من هم على الوهابية العالمية أو الإخوانية العالمية كذلك، هؤلاء هم الموجودون بكثرة في المهجر، ليس مثل ما عندنا في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط. الإسلام تقريبا خلال 35 سنة أو 40 سنة الأخيرة أصبح وهابيا إخوانيا فقط في بلاد الغرب بنسبة تزيد على 90 و95%. النسبة العظمى من الجالية أصبحوا مؤطرين في إطار هذا الإسلام الراديكالي غير متسامح، والذي له مآرب سياسية، يريد الهيمنة في البلدان الغربية، يريد فرض قيمه الخاصة التي هي قيم لا إنسانية، يريد فرضها على الوسط الغربي. ولهذا هناك مسائل دقيقة ينبغي أن يستوعبها الناس ويفهموها من خلال ما حدث. فالأستاذ الذي عرض هذه الرسوم داخل الدرس للتلاميذ ليس هدفه السخرية من الدين الإسلامي أو السخرية من نبي الإسلام. هدفه هو طرح إشكالية دقيقة في المجتمع الفرنسي لا تعرفها المجتمعات الإسلامية، وهي حدود حرية التعبير في بلد مثل فرنسا بنى مبادئ الجمهورية أساساً على مبدأ الحرية وعلى مبدأ حرية التعبير. فطرح في فرنسا بعد الرسومات التي يعني كانت رسومات كاريكاتورية تمحورت حول شخص النبي محمد، وما تلا ذلك من أعمال إرهابية ضد مجلة شارلي إبدو وضد يعني أماكن ومواطنين آخرين، طرح مشكل. هل يعني تعامل مع رموز دينية عن طريق السخرية يمكن أن يحل الإشكال الموجود الذي هو التطرف الديني الإسلامي، أو هل هو تجاوز لمعنى الحرية
كما هي في هذا المجتمع. إذن الأستاذ يطرح إشكالية لا تتعلق بدين من الأديان، يطرح إشكالية حدود حرية التعبير. هل السخرية من الأديان هو حد حرية التعبير، أم أن في بعض المشاكل التقنية أستاذ أحمد عصيد، أتمنى أنه منها شخص نبي وكذا. فالناس الذين طبعهم مهيجون بطبعهم لا يفهمون لا في الحرية ولا في القوانين الجمهورية ولا كذا، هم لا يهمهم إلا مآربهم الخاصة، رأوا في ذلك نوع من إعادة نشر الرسومات المسيئة للنبي كما يسمونها، واعتبروا أن هذا مقصود من أجل الإساءة إلى عقيدة المسلمين، وهذا بالطبع غير صحيح. وأعتقد أن الذين حرضوا على العمل الإرهابي وضد الأستاذ هم الذين ارتكبوا الخطأ الفادح جدا الذي أدى إلى القتل، وأعتقد أنه ستكون من نتائجه المزيد من الأخطار المحدقة بالجالية المسلمة في فرنسا وفي البلدان الغربية، وهذا شيء نبهت إليه صحيح. منذ سنوات، منذ سنة 2006 في مقالاتك، نعم، في مقالات وفي حوارات صحفية نبهت إلى ذلك منذ 2006، وأنا أقول إن الجالية المسلمة مهددة في مصيرها وفي مصالحها وفي حقوقها بسبب هذا النمط اللا عقلاني اللا إنساني من التدين الذي أصبح مشاعا في المساجد وفي الجمعيات وغير ذلك، والذي نجح في أن ينتشر بفضل حرية التعبير وبفضل مبادئ الحرية والمواطنة في الدول الأوروبية. هذه الدول احترمت مبادئها، ولكن للأسف التطرف والإرهاب الديني تغلغل من خلال تلك الحقوق وتلك الحريات. نعم. أستاذ أحمد عصيد، سأعرض بعض الأشياء وأرجع للسؤال الثاني. يعني رسالة الإرهابي الذي نفذ هذه الحادثة، وكان شاب شيشاني في 18 من عمري وجاء لاجئا إلى فرنسا، هذه الرسالة أقرأها للمشاهد. رسالة هذا الإرهابي عبد الله أنزروف، يقول في الرسالة بعد ما صور الرأس المقطوع، بعد ما قام بالعملية وبعد ما صورها بهاتفه، وكتب رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله إلى مكرون عظيم الكفار، لقد قتلت كلبا من كلابك وكلاب جهنم لأنه تجرأ على إهانة محمد، هدئ رفاقه قبل أن نذيقكم عذابا عظيما. ورأيت أثناء يعني في نفس الإطار، أنا شفت يعني تعليقات للمسلمين يعني متعاطفة مع هذا الإرهابي. كتبت جريدة أو كتبت موقع الجزيرة عفوا، كتب أن المدعي العام بعد فحص هاتف المعتدي أفضى إلى العثور على خطاب يتبنى فيه الجاني عملية اغتيال المدرس ويبرز فيه جريمته بالانتقام للنبي عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى صورة لرأس الضحية المقطوع، كما عثر لدي على مسدس وخمس خراطيش وخنجر. في المنتديات وفي مواقع التواصل الاجتماعي في ناس مسلمين حطوا البروفايل بتاعهم، حطوا صورة هذا الإرهابي. هذه واحدة تعيش في كندا اسمها سليلة الفاروق، تعيش في كندا وفرحت بهذه العملية وغيرت صورتها إلى صورة هذا الإرهابي. في واحد كتب، أنا فقط أعرض ما يقوله بعض المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، واحد كتب: اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، هذا جزاء بأمر الرسول لمن سب أو استهزأ برسول الله. في واحد تاني كتب، ده مسمي نفسه دبلوماسي قديم يعيش في ميامي في أمريكا، في بلد الحريات، كتب: قولوا عنه إرهابي متخلف همجي مجرم متطرف، نحن لا نراه سوى شهيدا بطلا قام بفرض الكفاية بإذن الله. شخص آخر حط صورة هذا الإرهابي وقال: اللهم تقبله في الشهداء والصالحين، فداك روحي يا رسول الله، والوسم هو إلا رسول الله.
أبو علي وأنا أراه حرا أبيا بطلا انتصر لرسول الله وللأمة الإسلامية، شخص يعيش في إيطاليا، مغربي يعيش في إيطاليا، قال في كل زمان كعب بن الأشرف، وما هذه المجلة شارل إبدو إلا كعب بن الأشرف جديد، ولكل كعب محمد بن مسلمة. ثم كتب: يجب أن يعلم خنازير فرنسا أن في كل زمان محمد ابن مسلمة. شخص آخر كتب لي: أنا شخصيا، أنت شخصية قميئة جدا ولا ترد على السفيه أو تخاطبه، ومثلك مثل المدرس يجب قطع رأسك. كل هذه المسائل الأستاذ أحمد عصيد توضح أن هناك تعاطف كبير من المسلمين مع الجاني ليس مع الضحية، وحتى الذين لاموا عن استحياء وقالوا ما كان له أن يستفز مشاعر المسلمين. ما تعليقك على هذه الظاهرة؟ وأولا ما يلاحظ هو أن جميع هذه النصوص التي قمتم بعرضها وقراءتها تدل على أن أصحابها لا علاقة لهم بهذا العصر ولا بالمجتمعات المضيفة التي يعيشون فيها، فهم غارقون في تراث قديم وفي نصوص مصطنعة، وهم يعتقدون أنها نصوص حقيقية. مثلا الشخص الذي قتل الأستاذ حاكى في تدوينته ما ينسب إلى النبي محمد من أنه بعث رسالة إلى ملوك عصره يهددهم فيها إما أن يسلموا أو يقاتلهم، لكن أين هي هذه الرسالة؟ هي رسالة لا وجود لها، هي من النصوص التي كتبت ودونت فيما بعد المرحلة التي مرحلة الدعوة، ولا يوجد أي دليل علمي على وجودها. لكن بالنسبة للتطرف الديني، بالنسبة لهذا النهج الإرهابي واللا إنساني، هم يأخذون بالضبط هذه النصوص. آخر مثلا من الذين قرأتموه كتب بأن هناك حديث يدعو فيه النبي محمد إلى قتل كل من سبه أو شتمه، لكن المدرس لم يشتم النبي. المدرس يطرح إشكالية في مجتمعه تتعلق بحرية التعبير، وأعطى نموذجاً هو ما يتعلق بالسخرية من الأديان، هل هو حرية أم ليس حرية، ويقوم معه التلاميذ بتحليل هذا الرسوم، هل تجاوزت ما يمكن اعتباره حدود حرية لغير ذلك. فإذا هؤلاء الناس يمكن اعتبارهم مستلبين في مرجعية فقهية قديمة خلقت صورة عن التدين المثالي، وهي الصورة القاسية المتشددة والغليظة والإرهابية، واعتبروا أن هذا هكذا ينبغي أن يكون المسلم. لهذا لم يستطيعوا أبدا الاندماج في الوسط الذي يعيشون فيه المجتمع الغربي. لاحظ معي أن هذا الشاب الذي ارتكب هذه الجريمة جاء إلى فرنسا لاجئا من ماذا؟ من بلده الشيشان. يعني الشيشان بلد إسلامي، هرب منه هذا الشاب. لماذا هرب من بلده؟ إذا كان يريد الإسلام فهناك جهاد وهناك إسلام في بلده. لا، هو هرب إلى بلد أوروبي غربي لأنه ينشد قيما معينة بدون شك، يريد الحصول على عمل، يريد أن يعيش بكرامة، يريد أن يعيش في ظل القانون الذي يحميه، يريد كل القيم التي لا توجد في بلده. لهذا هاجر أو يعني إلى وطلب اللجوء إلى فرنسا، ثم في فرنسا يرفض قيم البلد الذي هاجر إليه، ثم يقتل بسبب ذلك انطلاقا من قيم جاء بها من بلده الأصلي. طيب لماذا؟ كيف تفسر هذه السكيزوفرينيا؟ كيف تفسر هذا الانفصال؟ نعم، هذا تعبير عن تمزق هوياتي خطير يوجد في الشخصية الإسلامية اليوم، وخاصة الشخصية التي اعتبرت أن الإسلام هو النهج الوهابي أو الأفغاني أو الباكستاني أو الإخواني. بمعنى ما حدث منذ 40 سنة وبأموال النفط ملايير الدولارات يعطي الآن هذه الكارثة، يعطي هذا الخراب داخل النفوس وفي الأذهان
قبل أن يكون في المؤسسات وفي المجتمعات. فسوف تجدون بأن هناك أزمة هوية خانقة يعيشها المسلمون في المهجر غالبيتهم. ولكن أريد أن أعطي هنا تدقيقا في هذا الأمر، هناك نخبة من الجالية المسلمة في غاية العقلانية وغاية الرشد والرشاد وغاية التبصر والحكمة، لكن كم نسبتهم؟ هذا هو السؤال، كم نسبتهم لما تشوف بالنسبة لي من خلال علاقتي بالجمعيات المدنية للمهاجرين المسلمين في فرنسا، هولندا، بلجيكا، والنرويج، والفنلاند، وعدد من البلدان، أؤكد لكم أن ربما النخبة الحكيمة لا تتعدى 5%، وأن نسبة الذين كانوا طعماً وهدفاً سهلاً للوهابية العالمية وللإخوانية هم بين 90% إلى 95%. شيء مؤسف، شيء يعني صادم ومؤسف. سأعطيكم مثلاً واقعة تعطي هذا المعنى. يعني جمعية حداتية من جمعيات المسلمين في المهجر نظمت لقاءً فكرياً حول الديمقراطية وحول العلاقة بين الإسلام والديمقراطية وكذا، حضرها 150 أو 120 شخصاً في قاعة صغيرة، مرت تظاهرة، بعد ذلك جاء التيار الذي يمثل غالبية الجالية، فماذا فعل؟ أخذ ملعب كرة وجاء بداعية متطرف من بلد من بلدان الخليج، جاء به إلى ملعب الرياضة يضم أزيد من 25,000 نسمة، وملأ هذا الملعب، وجاء الخطيب الذي أقام في يعني في الفندق 5 نجوم وبدأ يخطب في الناس وينشر أشياء لا علاقة لها مطلقاً بظروف هؤلاء الناس وبحياتهم وبالبلد الذي يوجدون فيه، وزرع قنابل ورجع إلى بلده سالما غانما. هذه الصورة تعطيكم النسب المئوية التي تريدون، يعني بين جمعية تعمل من أجل الاندماج، من أجل السلام، من أجل الحرية، من أجل التسامح، وإطار آخر يمثل غالبية الجالية المسلمة والذين يعتبرون أن الإسلام حرب ضد البلد الذي يوجدون فيه، حرب يومية، يعتبرون أن الإسلام الصحيح وأن يكونوا مسلمين حقيقيين هو أن يدخلوا في حرب وجهاد يومي ضد قيم الدولة المضيفة لهم والتي توفر لهم كل. بالطبع هناك مشاكل لا ينبغي أن ننكرها، وهي أن بعض الدول مثل فرنسا مثلا أخطأت عندما جعلت المسلمين يعيشون في جاتوهات مغلقة في اللابونليو، يعني في أحياء الهامشية للمدن الكبرى، وحيث شكلت هذه الجالية نوع من الطائفة المغلقة، وأدى هذا إلى نوع من الشعور بالإقصاء عند الشباب، خاصة الجيل الثاني والثالث، لأن الجيل الأول لم يكن يثير أي مشاكل، وهو الذي يمثل إسلام أبائنا وأجدادنا الذين وجدناهم مسلمين ولكن لا يحملون هذه الأفكار. الجيل الأول الذي هاجر في 56-57 إلى عام 60 وإلى منتصف الستينيات، هذا الجيل عاش في هذه البلدان بسلام، كان يؤدي شعائره الدينية بدون أن يزعج أحدا، ولم تكن تزعجه الدولة الحديثة التي يوجدون فيها، بل أكثر من ذلك. وأكد هل لكم، هل هذا صحيح أم أن السبب كان لأنهم كانوا قلة قليلة جدا؟ هل هذا هو السبب أم أن العدد، لأنه الآن فرنسا تقريبا 10% مسلمون، فأحيانا الواحد يشعر بالجرأة لما تتكاثر الأعداد. لا ليس العدد نهائيا، لأنه في تلك الفترة لم يكن هناك مد وهابي أو إخواني نهائيا. سيبدأ في 79 بطريقة مدروسة وبأموال وميزانيات كثيرة. في تلك الفترة المسلم كان يهاجر فيأخذ معه في ضميره وفي قلبه الإسلام الشعبي الذي يعيش به في وطنه،
وكان يعتبر بأن هذا الإسلام أمر شخصي يخصه هو ولا يخص غيره، ولهذا يؤدي شعائره الدينية في بيته أو حتى إذا ذهب إلى المسجد لا يوجد خطيب له مهمة سياسية أو كذا، يجد خطيبا يصلي بالناس ويقيم الصلاة ويلقي خطبا حول الأخلاق وحول حسن معاملة الجار وحول النظافة. الجالية تركت الإسلام الشعبي وصارت في الإسلام اللي هو الإسلام الجهادي، الإسلام الحركي، الإسلام السياسي، سميه ما شئت. خليني أعطيك من خلال التقارير والتحقيقات اللي حصلت في الحادثة، وجدوا أنه اللي حرض ضد الأستاذ كانوا مسلمين، مثلا الصفريوي أعتقد أنه مغربي وهو الآن في يد الأمن، كان في واحد اسمه إبراهيم شنينة كانت ابنته تدرس عند المدرس، حتى أن المدرس قال للطلبة اللي حيزعجه هذا من سيزعجه هذا الأمر ممكن ينصرف من الفصل، أعطاهم هذا الخيار. لكن رغم ذلك الأب بلغ وطلب باتخاذ إجراءات، والصفريوي عمل عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الفيديوهات، واتضح أنه الجاني اتصل بالأب اللي هو شنينة وأخذ منه معلومات وتواصل معه، لا ندري التفاصيل بالضبط لكن ندري المعلومة بصفة عامة. بعد ذلك وجد أنه الطلبة الذين أو التلاميذ أخذوا أموال من المدرس ابن الجاني ليدلوه على المدرس، يعني تورط وحد أوصل الجاني بالسيارة لأنه تقريبا 100 كيلو، ففي في في تورط لعناصر كثيرة. هل أفهم منك إنه الإرهاب والفكر الإرهابي متغلغل في الجالية ومتغلغل في المجتمعات الإسلامية بشكل كبير؟ خصوصا أنا قرأت واحد من التعليقات قال الآن المسلم المتطرف هو الذي نفذ الاعتداء والمسلم المعتدل هو الذي دله على العنوان، يعني صار هذا هو الحال. ما تعليقك؟ لا أعتقد أن هذه المسألة دقيقة. الصحيح هو أن الغالبية العظمى من الجالية يعتبرون أن اللحام الذي يربط بينهم اجتماعياً ويجعلهم جماعة متراصة متضامنة هو هذا الإسلام الراديكالي، ولهذا تعاونوا فيه من أجل الجريمة، تعاونوا دون أن يعتبروا أن ما يفعلونه جريمة فظيعة وشنيعة، يعتبروا أن هذا في مصلحة دينهم أو يخدمهم، وهم لا يفكرون في المستقبل بأن هذه المجتمعات يمكن أن تحزم أمرها وتضع خطط جهنمية أخرى لتصفية هذا الوجود الإسلامي على أرضها، وهذا قد يحدث. ما حدث في أنغولا مثلا وقد كتبت عنه في مقالاتي أن دولة تقرر بأن شعائر المسلمين ممنوعة على ترابها وتقوم بهدم مساجد المسلمين، هذا شيء خطير، وتنبأت في ذلك الوقت بأن هذا يمكن أن يمتد إلى الكثير من البلدان التي قد تغير قوانينها، قد تغير هولندا وفرنسا وبلجيكا قوانينها لكي تحمي نفسها من هذا الخطر. هذا هو التفكير المستقبلي، لكن للأسف هؤلاء الجالية لا يفكرون في المستقبل، يفكرون فقط في الانتقام. لماذا؟ لأنهم يعانون أزمة هوية خانقة، وبالنسبة لهم الإسلام الراديكالي هو الذي يرد لهم الاعتبار أمام الدولة الغربية الحديثة والصناعية والمتقدمة، والتي بالطبع يتمتعون فيها بالكثير من الحقوق، ولكن هذه الحقوق لا يجدونها في بلدانهم الأصلية ولا يريدون العودة إلى تلك البلدان. إذن فهم واقعون في وضعية صعبة جدا، في نفس الوقت يتشبثون بوضعيتهم الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في هذه البلدان، ولكن في نفس الوقت لا يشعرون بالسعادة لأن هذه الدولة ناجحة متقدمة بدون الإسلام الذي يعتبرونه هو كل شيء. بينما بلدانهم التي يوجد فيها الإسلام ربما بشكل متطرف كما يريدون، كما في السعودية أو في إيران أو أفغانستان أو بدرجة أقل، ولكن يعتبرونها دول فاشلة. إذن هذه المفارقة لم يجدوا لها حلا في عقولهم، لأنهم لم يجدوا من يساعدهم
على ذلك. ولماذا لم يجدوا من يساعدهم؟ لأن الدول الغربية المضيفة لهم لم تكن تعتبر أن هذا مشكل أصلاً، ولم تكن تعرف ماذا يفعلون، لا في مساجدهم ولا في جمعياتهم ولا في تجمعاتهم. كانت تعتبر هذا شأن خاص، لا هذا نهج ديمقراطي يعني انطلاقاً من الديمقراطية. لكن ساذج أمام هذه الحركات، لم تكن تعرف بأن يعني هناك أشياء خطيرة. هي أنا مثلاً قمت باجتماع مع شخص يعني كبير في السن في بلجيكا في بروكسل، ومكلف بالإدماج، مكلف بتأطير الجالية والإدماج. فقلت له: هل لديكم معطيات دقيقة حول ما يدرسه المسلمون عندكم في المساجد أو في الجمعيات فيما يتعلق بالإسلام؟ قال: لهذا موضوع لا نتدخل فيه مطلقا. يعني لا يعرفون أي شيء ولا يريدون التدخل، لأنهم يعتبرون أن من حق المسلمين أن يعيشوا إسلامهم كما يريدون، لكن كانوا يعتبرون الإسلام مثل المسيحية مثل اليهودية مثل ديانات أخرى. لم يكونوا يعرفون بأن لهؤلاء خصوصية، وهي أن هذا الإسلام مشروع سياسي، بمعنى إسلام راديكالي ليس دينا بل مشروع دولة، مشروع سياسي، وأن هناك أمور تعد وتهيأ ضد الدولة وضد هذه المجتمعات. فهذا هو المشكلة الأصلية. وزائد أن يعني المساجد تركت بدون مراقبة وتركت بدون تأطير من طرف الدولة، لأن العلمانية تفيد بأن المسجد خاص بأصحابه. صحيح. وهؤلاء الناس لا يعرفون بأن معظم الفتن في تاريخ الإسلام خرجت من المساجد، الحروب والكثير من التحريض على العداوات والكراهية، الفتنة الكبرى كانت تؤثر الحروب من داخل المساجد إلى اليوم. تذكروا أنه بمجرد يعني رحيل بن علي من تونس بدأ الناس يتلاكمون داخل المساجد بالملاكمة، يعني بالمصارعة والملاكمة داخل المساجد، لأن يصعد خطيب إلى المسجد لا يريد التيار الآخر فينزلونه فتحدث فتنة. يعني بينما عندما كان ابن علي بنظامه البوليسي الغير ديمقراطي كان يراقب المساجد، وهذا ليس معناه أن الدكتاتورية والبوليسية هي الحل، لكن التأطير الديمقراطي ومراقبة المساجد لكي لا تستعمل لأهداف مضادة للدولة. في المغرب مثلا المساجد رسمية للدولة وتراقب، وكل خطيب خرج عن السياق سياق الخطبة كما ينبغي أن تكون أي في مكان عبادة فإنه يعزل. والتيار المتطرف يعتبر هذا اعتداء من الدولة المغربية على المسجد، بينما نحن كحقوقيين وديمقراطيين نعتبر أن المساجد لابد أن تكون محايدة، لا تستعملها السلطة لأغراضها، ولا ينبغي أن يستعملها أي تيار ديني أو سياسي لأغراضه. هذا المبدأ خرق في الغرب لوجود حريات يمكن أن تعتبرها ساذجة، وجود ديمقراطية يمكن أو استغلالها أو استغلال من الطرف الآخر. بالطبع يعني المسلمون فهموا بأن كل هذه الأمور الديمقراطية وهذه الحريات هي مناسبة لهم لكي يفرضوا قيمهم المضادة للدولة على غيرهم، لدرجة هديانية. أعطيكم نموذج لهذا الهديان. معليش أستاذ أحمد عاصم، غير هذه نكمل هذه السيرة. يعني شخص في لندن يعمل فيديو ويقول فيه: أخيراً أول دولة ستطبق فيها الشريعة في الأحياء، هي إن شاء الله بلجيكا، وأن مسلمون في بلجيكا قد اقتربوا من الوصول إلى هذه الغاية التي عملوا من أجلها منذ مدة، وهو أنه إن شاء الله ستطبق الحدود والشريعة في أحياء بلجيكا التي يسكنها المسلمون. يعني كلام هدياني، لكنه يدل في الواقع على مقدار تراخي الدول الديمقراطية الغربية في موضوع تدبير الشأن الديني، لأنها اعتبرت أنه شأن حر لأصحابه، بينما أصحابه لهم مشروع في الواقع ليس سلميا ومشروع مضاد للدولة. وهنا نستثني بالطبع
المسلمين الطيبين من عائلاتنا ونعرفها ومن أصدقائنا والذين هم يعيشون حياة هنيئة مليئة بالسلم والتسامح مع غيرهم ومسلمون ويؤدون الشعائر. وأذكر هنا بأن الجيل الأول من المهاجرين عندما كان يعود خلال العطلة إلى المغرب كان يحدثنا بإعجاب كبير عن دول الاستقبال بإعجاب. يتحدثون عن النظام، يتحدثون عن النظافة، يتحدثون عن حقوق العمال وكذا، وكانوا منبهرين بهذا النموذج ولهذا كانوا يحترمونه، فعاشوا مع غيرهم باحترام. الجيل الثاني والثالث عاش ظروفا أخرى وفي مساجد مخالفة تماما وبأئمة من جيل آخر وبأهداف أخرى، وهذا أدى كله إلى الكارثة. خليني أخذ مكالمات من المشاهدين. أستاذ أحمد عصير، خليني أخذ مكالمات من المشاهدين. ألو، من معي؟ مرحبا أخي رشيد. مرحبا، تفضل أخي يوسف. شون صحة؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نرحب ضيفك الكريم. بالنسبة للمسلمين كرأيي أنا، أكو مسلمين اثنين، هو المسلم اللي يؤمن بالقرآن والمسلم اللي ما يؤمن بالقرآن ملحد. كل مسلم يؤمن بالقرآن هذا إرهابي، لأن القرآن ده يستعمل 96 مرة كلمة اقتل، يستعمل كلمة 12 مرة بعشر صور كلمة إرهاب. المسلم اللي قتل هذا، اللي قتله هذا سفرحان، المسلمين فرحانين به، رايح للجنة، عنده 72 حورية وأنهار من الشادي والخمر. هنا حورية واحدة ما عنده، ما عنده غلاس ويسكي، ما عنده. إذا أنت تعتبر أنه تعتبر، خليني ألخص كلامك حتى أكون فهمتك صح، يعني تعتبر كل من آمن بالقرآن هو إرهابي، وكل من لم لحظة خليني فقط ألخص، كل من آمن بالقرآن هو إرهابي، وكل من لم يؤمن بالقرآن هو مسلم لكن هو في داخله ملحد. لكن هذا تصنيف نوعا ما فيه يعني إجحاف، لأنه هناك بعض المسلمين الذين أخذوا بعض الأشياء التي تناسبهم وتركوا أشياء أخرى، مثلا أخذوا الصلاة والصوم وتغاضوا عن الجهاد وتغاضوا عن تطبيق الحدود وتغاضوا عن أشياء كثيرة. فأين تصنف هؤلاء اللي هم بيختاروا بعض الأشياء ويتركوا أشياء أخرى لأن لا تناسبهم؟ إذا ما فكر، هو حديث مالهم مال محمد، اللي ما فكر بنفسه وغزو هذا مات موته مات جاهلية. من لم يحدد نفسه، من مات ولم يحدد نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. إذا هذا حديث. نعم، أنا هترك، الفرصة للأستاذ أحمد عصيدي عقب. ما رأيك أنه بعض الناس خصوصا من خارج الإسلام يرون أنه لو أنت تريد تطبيق الإسلام حرفيا بحذافيره فما فيش مجال، أنت بدرجة كبيرة ستتحول إلى إرهابي، لكن لو أنت ابتعدت عن التعمق في النصوص يمكن تعيش كإنسان مسالم. هو هناك أمر لا بد من التأكيد عليه وبدقة. ما هو الدين أصلاً؟ هل الدين هو النصوص الخام أم فهم الناس لها؟ أنا بالنسبة لي الدين ليس هو النصوص. لماذا؟ لأن هناك نصوص كثيرة لم يعد يمكن نهائياً اعتمادها اليوم. النص الذي يقول لك بأنه من الممكن أن تشتري جارية من السوق وتتمتع بها بجانب أربع نساء أخريات، صعب، يعني ليس صعب بل مستحيل تطبيق هذا النص. إذن ماذا تفهم اليوم؟ ستفهم كمسلم بأن العبودية انتهت ولا يمكن أن تعود، وستفهم أيضا بأن عليك أن تعيد القراءة لكي تفهم بأن هناك نصوص فيها قيم كونية، وهناك نصوص تعتبر مرتبطة بسياقات خاصة. لاحظ معي قاعدة فقهية أدت إلى الكثير من الخراب والكثير من الكوارث في بلدان المسلمين. هذه القاعدة تقول بأنه لا ينبغي أخذ النصوص بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. صحيح. لا بخصوص السبب. صحيح. اليوم على المسلمين أن يقلبوا هذه القاعدة، ينبغي أخذ النصوص بخصوص السبب. لماذا؟
لأن من واجبهم أن يربطوها بسياقاتها، وسيجدون بأن هذه السياقات لم تعد موجودة. وهذا هو الفرق بين المسلم المتسامح والطيب، وهو موجود ولا يمكن إنكاره، والمسلم الراديكالي الذي يقرأ النصوص حرفياً ويعتقد أنه يمكن له أن يطبقها ولو أن مجال تطبيقها لم يعد موجوداً. يعني ماذا فعلت داعش؟ داعش أوجدت وأعادت إنتاج السياق الذي ذهب ولم يعد موجوداً، بمعنى أوجدت سوق الرقيق لتبيع النساء الإيزيديات، مع العلم أن تطور العراق الحديث وتطور سوريا الدولة الحديثة لم يعد فيها مجال لأسواق الرقيق، لكن استغلوا لحظة انهيار الدولة وضعفها وتفككها لكي يعيدوا إنتاج السياق الذي اندثر ولم يعد موجودا من أجل أن يطبقوا النص. لكن لم ينجحوا رغم ذلك. لا يمكن أن ينجحوا، لأن مثل ما تصنع مسخا لا يمكن أن يعيش مع الناس، إما أن يعيش معزولا أو يقتل ويندثر. هكذا هي هذه التجارب، إنها نوع من المسخ. وبالنسبة لي شخصيا، لا يمكن أن نقول للمسلمين أو للمسيحيين أو لليهود أو للبهائيين لا تؤمنوا بدينكم، لأن الإيمان بدين ما حق من حقوق الإنسان. صحيح. وأنا أتحدث هنا بصفة حقوقي وبصفة مدافع عن حقوق الإنسان. الإيمان بالأديان عن حرية واختيار شخصي هو من صميم حقوق الإنسان. إذا لا يمكن أن نقول للناس لا تؤمنوا بدين معي، لكن من واجب الإنسان أن يفهم الدين ويقرأ ويؤول انطلاقا من وضعه وسياقه. المؤمنون المسلمون في باريس وفي فرنسا وهولندا عليهم أن يقرأوا ويفهموا ويؤولوا الإسلام طبقا لوضعيتهم. في فرنسا لا يمكن أن يكون هناك إسلام إلا إسلام فرنسا، إسلام فرنسا وليس إسلام السعودية أو إسلام أفغانستان. في هولندا إسلام هولندا أو إسلام هولندي. سيعترض شخص ويقول الإسلام إسلام واحد. اسمح لي غير هذه النقطة هذه، من الذي سيصنع هذا الإسلام الفرنسي وهذا الإسلام الهولندي؟ المتخصصون في الدين الإسلامي الذين هم لهم الجنسية هذه البلدان ويعيشون فيها وكبروا أو ولدوا حتى فيها. هؤلاء عليهم مع الدولة المضيفة إما فرنسا أو هولندا أو غيرها أن يؤسسوا لهذا الإسلام المطابق لمبادئ الجمهورية وقيمها. بدون هذا العمل، بالاعتماد على أئمة من خارج هذه البلدان، سيؤدي الأمر إلى خراب هذه البلدان، لأن الأئمة الأجانب الذين يأتون من بلدان مختلفة لكي يخطبوا ويتكلموا في هذه البلدان يتكلموا من أجل مشروع خاص بهم مضاد لوطنية ومواطنة هذه البلدان. إذن المطلوب أن يحدث ورش كبير لتصفية إسلام المهجر من كل ما يعلق به من قراءة حرفية ومواقف يعني التشدد، لكي تستطيع هذه الجالية المسلمة أن تندمج. أنا بالنسبة لي هذا هو الخيار الأسلم. لا يمكن قتل هؤلاء الناس، لا يمكن تهجيرهم جماعيا وهم ملايين. ونحن لا نطالب بذلك، نحن لا نطالب بذلك. لكن لا أحد يطالب بذلك. خليني أخذ مكالمة ثانية من أحد المشاهدين. ألو، من معي؟ ألو، مع فادي. أهلا أهلا وسهلا، تفضل. أهلا تفضل. ألو، تفضل. ألو، مرحبا. احنا سامعينك، تفضل. انا بس حاب اعقب على موضوع لاحظت بالسوشيال ميديا حضرتك تكلمت عنه، انه كثرة الناس اللي يدعموا الحدث. معي؟ اسمعك. نعم، كثرة الناس اللي بيدعموا الحدث مالهم؟ مشكلة انه عادة تسمع الاسلام اللي هو يعني كيوت ونايس انه سلام، بس وين راحوا هدول؟
وراح ناس اللي دائما تقول انه الاسلام دين سلام والقصص كلها، انه على السوشيال ميديا كل بيقول انه يعني بارك الله بالعمل حدا في كل هذا. فانا بحس انه في 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 تناقض يعني بالصوره اللي يحاول المسلمين عاده انه يقوم بها مع اللي صار هالفتره، انه يعني الاسلام كعم يقول في تناقض خلينا نقول يعني. صحيح صحيح، وهذا عبر عنه الاستاذ احمد عصير، قال فيه انه في ازمه، في تمزق هوياتي ده بالضبط. عند المسلمين بالضبط. فهي هاي حس انه لازم يعني بالنهايه المسلم يقرر اي اسلام يختار، وهل اصلا ممكن انه يكون في نسخه كيوت من الاسلام او نسخه مو يعني مخففه نقول. هذا سؤال يعني مطروح للنقاش. نعم، أشكرك على المشاركة. شكرا أستاذ أحمد عصيد. يعني عودة لسؤال مهم، لمن لا يعرف الأستاذ أحمد عصيد، يعني أنا أذكر فقط هو كان ضيف على حلقات أخرى معي. الأستاذ أحمد عصيد ناشط أمازيغي حقوقي معروف في المغرب وخارج المغرب، ويسافر البلدان الأوروبية كثير، وهو يتابع الشأن الإسلامي في كل مكان. الأستاذ أحمد عصيد نفسه تعرض إلى كان مدرج على قائمة اغتيالات بالنسبة داعش. صححني أستاذ عصير إن كنت مخطئا. وفقط من أيام على جريدة إسلامية أو مساندة للتيار الإسلامي تم التلاعب بالعناوين، وكنت ضمن شخصيات أخرى على الصفحة الأولى، وكان الإيحاء والتلاعب بالكلمات يوحي بأنكم مجرمون وينبغي أن تعاقبوا. فأنت دائما كنت محط انتقاد، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي محط مسبات وشتيمة، وحتى قد تصل إلى درجة القتل. فهل تعتقد أنه لازم الآن المسلمين في مفترق طرق لازم يخدوا، أو كما عبر ماكرون نفسه المسلمون أو الإسلام في أزمة، هذه الأزمة أنه لا تصل فقط إلى فرنسا لكن موجودة في بلد كالمغرب وموجودة في بلدان أخرى، حصلت مع ناهض حتر في الأردن، حصلت مع ناس كثيرة، كيف ترد على ذلك؟ هو عبارة أن الإسلام في أزمة فهمها الناس على أن عقيدة الناس في أزمة، بينما المقصود في الواقع، لأن علينا أن نقرأ خطاب ماكرون كله لنفهم أنه يتحدث عن الإسلام الراديكالي، الإسلام الرافض للاختلاف، الرافض للحرية. فهذا الوضع، هذا النقد الذي وجهه رئيس دولة للمسلمين، هو في الواقع نقد موجه للذين يؤمنون بهذا الدين وليس للإسلام، لأن الإسلام ليس شخصا لكي تحاسبه أو تتحاور معه. المقصود هم الناس الذين يتحدثون باسم هذا الدين، قال هم في أزمة، وهذا صحيح. الإسلام الراديكالي في أزمة في كل بلدان العالم، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التجارب الحكومية التي خاض هذا الإسلام فشل فيها، في مصر وتونس وفي المغرب وفي ليبيا لم يتركوا حتى الدولة تبنى، التيار الراديكالي الإسلامي إلى الآن. وآخر ما حدث أن إردوغان هجر إلى ليبيا 17,000 إرهابي من جبهة النصرة من سوريا، بعد أن فشلوا في سوريا وخربوها بالكامل وفشلوا في إسقاط نظامها، جاء بهم إلى ليبيا ليعيدوا فيها فسادا، وفي اليمن وفي العراق وحتى في الدول الأوروبية التي فيها إرهاب. برهن الإسلام الراديكالي على أنه في أزمة حقيقية، وأن المسلمين الذين يتبنون هذا النهج في النظر وفي السلوك هم فاشلون في كل المجالات، بما فيه أن يبنوا لأنفسهم منظومة أخلاقية متماسكة، حتى على مستوى الأخلاق فشلوا فأعطوا أسوأ النماذج، بينما المحيطون بهم في الغرب يمثلون السلوك الفاضل بالفعل. إذن عندما نتحدث عن 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 الأزمة، ينبغي أن نعرف بأنها في الواقع أزمة عقل، أزمة فكر وثقافة. الفكر الإسلامي، الثقافة الإسلامية، العقل الإسلامي كلهم متأزمون. لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يلجوا العصر من أبوابه، وأبواب العصر هو العلم وحقوق الإنسان، وهاتان يعني
العصر الذي نحن فيه يقف على قدمين، العلم وحقوق الإنسان، والعقيدة ينبغي أن تعتبر هذين هاتين الركيزتين. من له عقيدة ولا يحترم العلوم ولا يحترم حقوق الإنسان سيعيش في حرب دائمة مع العالم. أستاذ أحمد عصيد، يعني الكثير من المسلمين قالوا الغرب يستفز مشاعرنا، الغرب ينشر رسومات مسيئة إلى الأديان والمعتقدات وإلى المقدسات، وحتى الأزهر حين ندد، يعني أنا سأعرض بعض التنديدات، مثلا الرئيس الشيشاني يدين مقتل معلم في فرنسا وفي نفس الوقت يحذر من استفزاز المسلمين، وكأنه يقول لهم يعني سيستمر القتل لو لم تتوقفوا عن يعني نشر الرسوم أو إظهارها أو أي شيء من هذا القبيل. حتى شيخ الأزهر قال يستنكر الحديث عن الإرهاب الإسلامي، هو عايز يجرم الحديث عن الإرهاب الإسلامي. سؤالي لك أستاذ أحمد عصيد، هل انتقاد العقائد وازدراءها والسخرية منها حتى في الغرب هو شيء لا نقاش فيه، أنه جزء من حرية التعبير، أنه جزء لا يتجزأ، سواء كنت رئيساً أو كنت نبياً أو كنت، يعني هم سخروا من المسيح آلاف المرات، سخروا من الصليب آلاف المرات، من رأس الكنيسة الكاثوليكية، من البوذية، من كل شيء، ولم يقتل ولا واحد. حتى في فيديو مؤخراً يعني شاب يكسر صليب من كنيسة في إنجلترا من يومين أو ثلاثة، والراعي تاع الكنيسة بلغ الشرطة وقال لهم أنا خايف أنه يحصل له شيء، يوقع أو يؤذى، لأن الصليب حصل له، لكن هذا لو ذهب ضحية مش هنقدر نعيده للحياة. يعني قدسية حرية التعبير وقدسية حياة الإنسان كبيرة جدا في الغرب، لكن عند المسلمين قدسية مقدساتهم ممكن أن تنحر فيها حياتهم، عندهمش أي مشكلة مع هذا الأمر، أو على الأقل قطاع كبير منهم. هل حرية العقيدة تضمن حتى السخرية من المعتقدات؟ سؤال واضح ومحدد. هنا ينبغي التمييز بين سياقين تمييزا كبيرا. في عالم المسلمين لا توجد حرية أصلا لكي يكون لها حدود، لا توجد حرية، والإنسان بدون كرامة ليست له قيمة، ولهذا إذا قتل أو ذبح فهو لا قيمة له، النص أسبق من الإنسان في عالم المسلمين. بينما في الغرب العكس تماما، هذه بلدان بنيت على أساس مبدأ الحرية والتحرر الفردي والجماعي، وبنيت أيضا على فكرة المواطنة، وبنيت على فكرة أن الإنسان أولا وهو القيمة العليا. إذا لاحظ معي، نحن أمام سياقين مختلفين. ماذا حدث الآن في فرنسا؟ هو أن المسلمين ذهبوا إلى فرنسا وحملوا معهم تلك البديهيات التي يعيشون بها في بلدان المسلمين والتي يقرها تراثهم القديم، وهو أن الإنسان لا قيمة له، وأن النص أولا، وأن الحرية هو شيء ينبغي أن ندينه ونحذر منه. هناك في عالم المسلمين تحذير من الحرية أكثر من السماح بها، بينما في العالم الآخر هناك مديح للحرية وغزل يومي في الحرية. إذن حدث اختلاط في السياقات، دخل سياق إسلامي أو إسلاموي بالأحرى في سياق غربي لا يتناسب معه. وهنا لابد أن نقول حقيقة للمسلمين، وإن كان هذا لا يعجبهم، ولكن لابد أن نضع أصبعنا على موطن داء لكي يستفيقوا مما هم فيه، ولكي يساعدوا على إيجاد الحلول لتجنيب الجالية المسلمة الكثير من الكوارث والتهديدات القادمة، خاصة مع تزايد أعداد المساندين للتيار اليمين المحافظ الذي هو يعني اليمين المتطرف أيضا، الذي هو يمين يتغذى على أخطاء المسلمين في المهجر لكي يزيد من جماهير. المسألة التي أريد أن أبينها هنا، الرسومات المسيئة اعتبرت مسيئة للنبي في الغرب، على ماذا بنيت؟ لنكن صادقين مع أنفسنا، ما
ما هو المرجع المعتمد لرسم تلك الصورة للشخصية المحمدية؟ هو كتاب البخاري بالدرجة الأولى ومسلم التي تعتبر مرجعية مقدسة عند المسلمين. الأخبار الواردة فيها يقدسها الفقهاء ويقدسها المسلمون، مع العلم أنه ليس لهم أي دليل على أن تلك الأشياء قد حدثت بالفعل، وهم يعرفون بأن تلك المضامين لا علاقة لها بعصرنا اليوم. عندما الحديث الذي وظفه الأخ قبل قليل وهو موجود في صحيح مسلم، من مات فلم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات فميتة جاهلية، ما علاقة هذه العبارة اللغوية بفرنسا أو هولندا أو حتى المغرب والجزائر؟ لا علاقة مطلقا، كل المضمون غريب عن عصرنا، ورغم ذلك يتشبثون به على أنه صحيح. فهؤلاء الناس هم الذي صنعوا لأنفسهم صورة سيئة عند الآخرين. لاحظ معي المفارقة التي يقع فيها هؤلاء. هم يريدون أن يحترم الإسلام وأن يكون مبجلا عند الأقوام المختلفة، لكن في نفس الوقت لا يتوقفون عن تقديم سلوكات باسم الدين لا يقبلها عقل ولا منطق ولا ضمير ولا، بمعنى يريدون أن يكون للناس صورة إيجابية عن الدين دون أن يقدموا هم أنفسهم نموذج الفاضل لهذا الدين. يكفي بالنسبة لي شخصيا، يكفي أن يقدم المسلمون في أي بلد أوروبي نموذج سلوك الفاضل لكي يصبح الإسلام محترما في كل بلدان أوروبا وحتى في أمريكا. أظهروا لنا الاحترام بأفعالكم، بأفعالكم. مش أنك تيجي تقتل يعني شخص أستاذ، هل أثبت لي أن الإسلام دين سلام الآن أم أثبت لي أنه دين إرهاب بفعلك هذا بسلوكك هذا؟ هو التدوينة الأخيرة التي كتبتها هي هذه بالضبط، كتبت في صفحتي على الفيسبوك ماكرون اعتبر المسلمين في أزمة، لكي يعبر المسلمون عن خطأ ماكرون شتموه بشكل مقدع ثم شرعوا في التحريض وقتل غيرهم، وهكذا برهنوا على أن ماكرون أخطأ أو كان مخطئا. يعني العكس تماما، هم بسلوكهم أثبتوا بأنهم في أزمة خطيرة وينبغي أن يساعدهم الجميع لكي يخرجوا منها، ولكن لكي يساعدهم الناس ينبغي أن يكونوا مستعدين لذلك. نعم أستاذ أحمد عصيد، أنا لاحظت شيء غريب، حتى الذين نشأوا الآن في فرنسا من المسلمين يرددون بعض المقولات المزعجة جدا، أنه فرنسا استعمارية وفرنسا إرهابية وعملت في الجزائر وقتلت مليون، حتى يبرروا هذا الإرهاب. يعني شيء مقزز أنه تحاسب فرنسا الآن على ما حصل في القرن 19 أو في بدايات القرن العشرين، رغم أنه هم يعيشون في فرنسا مختلفة ويقفون بالطوارئ أمام سفاراتها يرجون فرنسا أن تعطيهم فيزا حتى يعيشوا فيها، لما فرنسا هي إرهابية بهذا الشكل لماذا تذهبون إليها؟ يعني خطاب عدائي داخل فرنسا وسط المساجد في المدارس وسط الأسر، عداء الأوروبا، لا أدري ما الهدف من، هل المسلمون ذاهبون إلى أوروبا للانتقام منها مثلا من الجزائر أم الانتقام من مالي رغم أن هذه سياقات مختلفة؟ ما تعليقك؟ المسلمون يذهبون إلى البلدان الغربية لكي يتمتعوا بحقوقهم كاملة، لكنهم عندما يتمتعون بها ويتشبعون بها يبقى في نفوسهم شيء من حتى، وهو الانتقام من الدولة المضيفة لهم لأنها ليست دولة إسلامية ولم تنجح بدينهم بل نجحت بعلمانيتها. هذا شيء لا يقبله العقل الإسلامي الراديكالي. العقل المسلم البسيط والشعبي يقبل ذلك، بدليل إعجاب وانبهار المسلم بهذه الدول واحترامه لها ولأهلها. المسلم الراديكالي لا يقبل، لأنه في عقله أن الحضارة والازدهار هو مع دينه فقط، ولا يمكن أن تكون دولة لا يوجد فيها يعني لا تعتمد دينه وتنجح رغم ذلك. فهو يمارس نوع من المعاندة، نوع من الممانعة
وكلمة ممانعة هذه يعني مشاعة الآن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ممانعة ضد ماذا؟ ضد الغرب، لأن الغرب متفوق، ولكن تفوق الغرب يجعله أيضا يضع خططا لاستغلال هذه البلدان، يضع خططا للتمكين لمصالحه، وهذا شيء فعله المسلمون عندما كانوا أقوياء من الناحية العسكرية، فعلوا نفس الشيء. كل ما فعلته فرنسا وفعلته أمريكا في العراق أو في الخليج أو غيره هو ما فعلته الأمبراطورية العثمانية، وأسوأ من ذلك بكثير. الرعب الذي أشاعته الأمبراطورية العثمانية لا مثيل له ولا ناظر له في تاريخ البشرية. واليوم يحاولون تزيين وجه الأمبراطورية العثمانية وخلق روايات مفبركة لأمجادها والتغطية على حقائق التاريخ، والمؤرخون الذين يكشفون عن تلك الفضاعات يعاقبون، ومنهم من يقتل. فالشخص الذي كشف عن أن أطروحة أردوغان مزورة، أطروحة الأكاديمية مزورة، قتل بعد يومين فقط رميا بالرصاص. يعني أناس لا يقبلون أن تقال حقائق لأنهم لا يريدون تغيير ما بأنفسهم. إذن الشخصية الإسلامية الراديكالية تعيش في وضعية صعبة جدا، تريد الغرب من أجل النجاة بنفسها من الاضطهاد والاستبداد والفقر، وفي نفس الوقت لا تريد الاعتراف بأن هؤلاء الناس أفضل منا لأنهم فقط احتكموا إلى عقولهم وإلى العلم. في مرة شخص معلش أستاذ أحمد عسيد، نحن وصلنا إلى نهاية وصلنا لنهاية البرنامج، وصلنا لنهاية البرنامج أستاذ أحمد عصيد، وأنا أشكرك فعلا على المشاركة معي في هذه الحلقة والحديث معك شيق، وأتمنى أنه تكون لنا لقاءات أخرى إن سمحت الظروف. وفعلا اللقاء معك شيق، وكان هناك الكثير من الأسئلة التي أردت أطرحها، لكن أشكرك وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الرب. إلى اللقاء.